مرتخي نفس وينا؟ برأيك وين يعني؟ فاتت على أوضة طاهر، مو مسترجية تطلع منها. البنت محبوسة مثله. مصطفى؟ نعم. رح يضل كتير بالحبس؟ كل واحد عم يحكي شكل، علي بيقول شي وأسماء بتقول شي، وأنا مو عارفان راسي من رجلي. أبوكي معه حق، المفروض نصبر بهالوقت. القوة والصبر هن الحل. هلأ آسية، ما تزعلي ولا تنقهري، بوس إيدك يعني مشان الصبي. الله يتلطف فيه وما يروح حليبك. ما تبكي يعني، حاولي على قد ما بتقدري. بالم وينا؟ لك بالزور طعمتها لقمتين وغصبا عنها ونامت. ييتو بالم ما عم يقبلوا ياكلوا شي. الولاد سمعوا الكلام اللي حكته أمك وانقهروا كتير. انتي روحي نامي كمان. الباشا بكرة بفيك بكير وبيبلش دوامك اللي من الصبح للمساء، مشان هيك نامي وما تفكري بشي. وانت ما رح تفوت على النوم؟ بلا، أنا بدي نام، بس مو هلأ طبعا، مشان ما ضل عم بتقلب هيك. لا بنام ولا بنيمك. موافقة ما تنيمني، بس كون جنبي. طيب بلحقك، بس بالأول بدي شم شوية هوا. تمام، رح أطلع أشوف نفس لبين ما ترجع. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.